السلام عليكم وعلى كل مشاهدينا الكرام اللي بيشوفونا من خلال شاشة قناة الأهلي في برنامج مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم، والنهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة إن شاء الله رب تنول إعجاب حضراتكم. الحقيقة الحلقة دي بناء على طلب حضراتكم، أصدقائنا اللي طلبوا إينبوكس وعلى الصفحة ويكلمونا في التليفون وطلبوا وصفات مخللات غير مصرية. على فكرة يعني للي هيشوف الحلقة دي واللي ما جربهاش، حضراتكم جربوها وهنتكلم عنها، هتلاقوها ليها طعم مختلف تماما. كل ما ربنا هيكرمنا كده ونيجي نعمل حاجات مخللة، هنحاول نخرج بره النطاق، بس هنعمل حاجات ما اختلفش عن الحاجات اللي احنا متعودين عليها. الطعم هيبقى فيه إضافة، ولكن مش هيبقى بعيدا تماما عن ثقافتنا واللي احنا متعودين عليه عشان نحب الأكلة دي، لكن هنستفيد من فوائد كتير قوي ممكن تكون ما بتجيش على بالنا. لكن بره مصر، في الدول العربية، في الكويت، في السعودية، في كمان في الهند، في باكستان، بيعملوا توابل طبعا فيها فوائد كتير، واتفقنا انه كل حاجة بمقدار معتدل هي مفيدة، كل ما تزيد عن حدها اكيد هتنقلب لضدها في اي حاجة في الحياة. فاحنا النهاردة هنبدأ في اول وصفة هنعملها معانا، بما ان المانجا طلعت وبدأ يطلع منها، انا مش عايزة غير مانجا خضرة. خضرة يعني لسه ما استوتش، يعني لسه حجر ناشفة. هنعمل النهاردة أجار المانجو على الطريقة الجميلة اللي بيستخدموها وبناكلها في الكويت، ولما بيجي لنا أصدقاء يهدونا، أو في السعودية. طبعا ليها فوائد كتير جدا، لأنه خلوا بالكوا إحنا هنتكلم عن كل مكون منها باستفاضة كده حاجة حاجة. تعالوا بس نبدأ نقول المقادير ونبدأ نشتغل ونحكي عن الوصفة وجمالها وال يعني المكونات اللي موجودة فيها. عندي أول حاجة مانجا خضرة متقطعة شرايح زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي، عندي جزر شرايح متقطع بالطول، عندي فلفل رومي متقطع شرايح، والأخلي كله يبقى قد بعضه متوازي عشان السوا يبقى مظبوط مع بعض في المخلل ده، عندي توم، وعندي نص كوباية من الخل، وعندي هريسة، عندي حبوب حلب حصى، وعندي بذور الخردل اللي هي الخاصة بالمستردة، في منها ألوان أنا جايبة منها الموجود عندنا في مصر اللي لونها برتقالي، وعندي حبة البركة، عندي كركم، عندي كاري، عندي شطة، وعندي بهارات، وعندي ملح. هنستخدم يعني ايه مكونات جميلة جدا، هنحكي عن كل حاجة فيها باستفاضة. اولا تقدروا تستخدموا الزيت النباتي العادي خالص في الوصفة دي، ونقدر نستخدم تعالوا نتكلم عن المانجا الخضراء الاول. اولا هي يعني هي مفيدة لعضلة القلب، وهي بتقاوم الجلطات. المانجا الخضراء يعني بصوا بقى ليها كده فوائد حلوه جدا للشعر، وليها فوائد حلوه كمان للفم. عايزه اقول لكم بس كتر اكل المانجا بعد السوى بتاعها هو مش حلو على الكلى. يعني خلينا دايما نقول ايه، ان الحاجات اللي لما بتزيد عن حد، ناس تقعد تاكل مانجا 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 وتشتكي فجاه جنابي وتبقى تعبانه، فاحنا مش عايزين نوصل لكده. احنا بناخد مخلل بالنوع، يعني على السفره طبق صغنن كده، حطينا واحديتين من اجار المانجو ده، على جنبها اجار ليمون، وحاجه كده الناس تدوقها تفتح النفس بسيطه. الكم نفسه مش حلو، فخلينا كده ايه نتكلم عنها. انا بدفي الزيت ده التدفئه، هاخد اول حاجه حبوب الحلبه، الحلبه الحصى. حلبه الحصى ليها فوائد كتير جدا، عايزه اقول لكم يعني ايه، عايزه اقول لكم ترطيبات، وفيها بوتاسيوم، وفيها فيتامين سي، وبتعالج حب الشباب اللي بتعمل ماسكات وهي مطحونه، ومطهره جدا، وبتعالج الاكزيمات. عايزه اقول لكم الناس اللي عندها كلف بتعمل الماسك بتاع الحلبه ده بيبقى رائع، لتساقط الشعر بتتغلي وبتترش على الشعر وبتديله لمعان كده رائع جميل جدا. بتحسن عمليه الهضم، مفيده جدا الناس اللي عندها حصاوي، الناس اللي ما بتكونش حصوات، او الناس عندها مضادات اكسده عاليه جدا. الناس اللي عندها قشر في الشعر اعملوها اغلوها ورشوها رش زي ورق اللورا بالظبط، مهم جدا، وبينبت البيبي هير على فكره، الورق الغار او ورق اللورا مع القرنفل، لان القرنفل معقم فما بيعملش قشر. يعني هنعمل حاجات حلوه ان شاء الله، ما تزودوهاش لان زيادتها ما بتبقاش حلوه. هي الناس بتخاف منها عشان ريحه التعرق والاسهال شويه لما بتكثر منها. وطبعا للحامل اعتقد انها مش كويسه، بتعمل ساعات حالات كده غثيان وحرقه، لكن ما فيش دايما، ما بنفضلش ان اي واحده حامل تشرب الحلبه خالص يعني. طيب
احنا هنغلي كده، ناخد غلوه نحمص الحاجه دي، وهاخد كمان الحبه السوداء اللي هي حبه البركه، وبرده الحبه السوداء دي ليها فوائد كتير، بس برده ما نكترش منها لان كتره منها برده بيبقى ليها اضرار. هناخد كده معلقتين كبار وهنبدا نحمص ده. عايزه اقول لكم يعني هي مقاوم اولا بتقوي جهاز المناعه بتاع الجهاز التنفسي كويس جدا، وبتخفف الالتهابات، ومفيده للكبد جدا، وبتنظم السكر، وبتعزز صحه الشعر جدا الناس اللي بتستخدمها، وللناس اللي عندها ارتفاع يعني ضغط الدم بتاع، بس برضو خلي بالكم بنسبه بسيطه، يعني حاجات بسيطه جدا. ان احنا عندنا مشكله ان احنا نمسك الحاجه ونفضل شغالين عليها وكان هي دي الفظيعه، لا طبعا التنوع كويس والمعدلات المظبوطه كويسه علشان نستفيد من كل حاجه بشكل كويس وطبيعي، لان هي برضو ساعات من الكتره بتاعتها ما بتبقاش حلوه، يعني في ناس بتشتكي منها في موضوع اضطرابات الهضم دي، ويعني دكاتره تقول كده، يعني في حاجات كتير بتبقى ليها اضرار زي ما ليها فوائد، فنستفيد بس من الفوائد بشكل لطيف. انا حطيت الحلبه وحطيت حبه البركه، اولا دي ماده حافظه، الحلبه دي ماده حافظه للمخلل، ملهاش علاقه. هاخد بذور الخردل هنقلب تقليبه حلوه كده، دي من المخللات المشهوره جدا في الدول العربيه الحقيقه، وفي ناس كتير جدا بتحبها، والناس اللي عاشت هناك اكيد هتبقى عارفه عنه، يعني عارفه الموضوع ده جدا. انا بحب شويه معلش اخد بقى بقيه التوابل دي احمصها شويه، بصوا كده هحط شويه هنا وشويه اخلطهم مع المانجو عشان نحمص الكاري والكركم. الكاري مفيد بس برضو كترته مش حلوه، الكركم رائع ولازم ماده حراقه معاه عشان تحفز ماده الكركمين وتفرز تبقى كويسه، يعني فلفل احمر، فلفل اسود، حاجه حاره شويه. والكاري ده الكاري برضو مفيد للدوره الدمويه على فكره، وبيحمي يعني من تصلب الشرايين، ناس كتير بتستخدم. بصوا استخدموا حاجات بسيطه زي ما انا استخدمت كده، تطعم في المخللات، تطعم في توابل، انا اتبل فراخ، لحمه، ممكن تبقى بنسب بسيطه بس نستفيد منها لان كتره مش حلو يعني الحقيقه. طيب الكركم كمان مفيد جدا، نقلب كده تقليبه بسيطه. بصوا التحميص ده بيخلي ريحه الحاجه تطلع بشكل جميل. الكركم ده بقى مفيد قوي، عايزه اقول لكم في الهند وباكستان والدول دي بيستخدموا الكركم ده على اللبن اصلا وبيشربوه، بيعملوه في وصفات كتير، يعني مفيش وصفه بتخلى منها، سواء بقى برياني، توابل، تكة، حاجات. بيستخدموا اليانسون النجمه كتير لان هم بيشوفوه هو حاجه كده مضاده للالتهاب، مقاوم للشيخوخه، بيتعمل منه ماسكات حلوه قوي، بيبقى يعني اللي بيتناوله بانتظام على فترات كويسه بيقولوا ان هو بيحمي من مرض الكانسر يعني، لكن اضراره احيانا بيعمل غثيان ودوخه لو كترناه بنسبه كبيره في وصفه واحده، فاحنا بنحط نسب معتدله. هو مش مفيد للمرأة الحامل على فكرة، يعني مش برضو مش محبذ ان اي مرأة حامل تاخده. طيب انا بس ايه هشيل بس هنا الثوم، هاخد كده البولة اللي فيها المانجو دي، بصوا المانجا خضرة خالص مغسولة وجميلة، بقطع المانجا عادي جدا من الناحيتين، بسم الله. خلي بالكم المانجا دي كمان ما تتعملش بيها ماسكات للناس اللي عندها حساسيه، يعني بشرتهم حساسه ما تنفعهمش المانجا خالص عشان في ناس بتعمل بينها ماسكات. بصوا كده هنا كده، وهبدا يعني القشره دي بتحمي اهي، لازم تبقى خضراء. ممكن الناس تستغرب ليه زي الليمون، انا الليمون باخده اخضر، وبعدين ممكن اخد من الليمون ده اعمل منه مربى، وممكن اخد منه اعمل منه مخلل. فاذا طالما هو اخضر وفي لسه ما اتطعمش لا هو بطعم الحلو او التسكيره دي، يبقى خلاص. بصوا بقى هشيل انا، ارفع دول كده من على النار، خلاص كده الريحه طلعت بتاعت التوابل تمام والزيوت تمام. هاخد كده حبه حلوين، وطبعا دول كده، وتعالوا بقى نقفل الاجار المانجو ده. ماشي حبايبي، اوكي.
تعالوا بقى ايه نحط دول هنا كده ونبدا نقفلهم بقى مع بعض. انا هاخد في البوله دي اخد حاجه كبيره بس اخلط فيها. بصوا ادي المانجو اهي وادي الجزر عايزه اقول لكم طعمه هيبقى رائع ما بيضفلوش حاجه تاني خالص. هنقلب بس كده نخلط المقادير الحلوه دي مع بعض مع الفلفل الاخضر القمر ده. جربوها كده وقولوا لي رايكم. هاخد من الهريسه دي هنا بعد ما شلت ورفعت كل ده ودي اختياري ممكن تبقى بارده او تبقى الفلفله البارده اهو. بصوا الفلفل ده فوائده كتير جدا، ده بيبقى فلفل رومي عادي او لو عايزين تخلوه فيها طعم حار سنه انتوا مش هتحتاجوا ده يعني. حاجه بسيطه، طبعا نسبه فيتامين سي عاليه جدا، في نسبه ترطيب عاليه جدا، في فيتامين الف وفي حديد، وعلى فكره هو من الحاجات الفلفل الرومي بكل انواعه اللي بيحفز قوي شغل الغده الدرقيه. حلو قوي في الحرق يعني. وبيقلل الكوليسترول الضار كمان. تعالوا بقى بسم الله. بصوا كده هنحط الحبه الحلوين دول هنا. بصوا كده معانا مدام فاطمه من اسكندريه. يا اهلا وسهلا مدام فاطمه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. انا سامع حضرتك، اتفضلي الصوت واطي قوي يا جماعه. اتفضلي مدام فاطمه. بس بسال على مش سامعه حاجه خالص يا ولاد. علولي صوت مدام فاطمه. الصوت واطي قوي يا مدام فاطمه، ما عرفناش نسمع حضرتك. بصوا كده الثوم، يا ريت حضرتك تحاولي تكلمينا تاني كده. شرايح خفيفه قوي كده. بصوا جميل ازاي. كده الثوم طبعا ليه فوائد كتير لكن كمان ليه اضرار كتير، بس عايزه اقول لكم هو اكتر حاجه قاتله للبكتيريا وبتنظف جهاز الهضمي وبتنقي المعده من اي ديدان وحاجات وبيقوي جهاز المناعه ويعني بيدي الجسم كده كانه ايه اللي عنده مناعه وبياخد منها الثوم. وساعات في ناس احنا بنعمل ايه بقى في زيت الزيتون، نروح ناقعين فيه وحدتين، نفتح كده شرايح الثوم ونعمل فصين ثلاثه مع عود روزماري مثلا مع ورقتين غار ونسيبه يتطعم ناخد الفوائد. لكن طبعا اضراره للناس اللي عندها قرحه بتاخده على الريق خطر جدا. ممكن نعمل بيه حاجات حلوه لكن بمعدل مقبول لانه بيعمل انتفاخات في القولون كتيره برضو بيسبب برضو للناس اللي اصحاب القرح لا يعني الم شديد بتلتهب فبتبقى من كتر ما هو قوي. فخلينا كده ايه نقلب كده شويه الحلوين دول. بصوا بقى اهو هنضيف الخل زي ما حضراتكم شفتوا. وهنا احنا بعد ما حمصنا كل الحاجات انا خدت منها نسب بسيطه، هزود بقى حاجات اللي هي نفس النسبه بس انا قسمتها شويه في الاول في التحميص وشويه بقى تدي الطعم الجميل في النهايه. وبعدين هنحطها دلوقتي في البرطمان بتاعنا ونشوف الدنيا اخبارها ايه. بسم الله اهو. على فكره احنا ما بنحتاجش نعمل فيه اي حاجه خالص ولا هنضيف عليه اي حاجه تاني لان هو كده هيوصل للي احنا عايزينه. بسم الله نقدر بقى نكتب عليهم حاجات حلوه ونهادي بيهم اصدقائنا وتبقى الدنيا جميله. معانا مين يا ولاد؟ معانا ام اسلام. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. وحشاني والله العظيم. انت اكتر يا روح قلبي، ما سمعناش صوتك امبارح ليه؟ معلش امبارح كان عندي ظروف صعبه قوي والله. يا روحي بعد الشر عنك، ربنا يسمعنا عنك كل خير يا رب. ميرسي يا حبيبتي، شكرا يا قلبي. بس ايه الالوان الحلوه اللي انت بتعمليها دي؟ انت ايه رايك يا حبيب قلبي؟ ما يجيش بعد الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها.
لا 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 لا، ده الجمال ايه؟ ايه الجمال ده بجد والله. الله يخليكي يا روح قلبي، تسلمي لي ويسلم ذوقك. لا حلوه قوي الالوان، جميله قوي مع بعضها، يا عزيمه حلوه قوي والله. الطعم كمان احلى حكايه بصراحه. خلاص انا مستنيه بقى البرفان. خلاص يلا انا هشيل واحد من دول وهبعته لك على طول. حبيبه عمري تسلمي لي يا رب. يبارك لك يا قلبي. امين. وليكي خليكي يا حبيبتي. تسلمي لي يا ام اسلام. مالكيش اي طلب معانا حبيبه عمري؟ يا حبيبتي انت مش مخلينا عايزين حاجه، يعني الحاجه قبل ما نعوزها بتعمليها. تسلمي يا حبيبه قلبي والله، كلك ذوق والله، كلكم ذوق. تسلموني ما هنمشي منكم ابدا. بصوا بقى لما بدوس كده تحسوا كده في صوص، ها هو ده. شايفين انا مش محتاجه، مش هعمل فيه حاجه، مش هضيف اي حاجه اهو. وهعمل واحد تاني قدام حضراتكم. شوفوا الكم منجيه دول عملوا لنا كميه حلوه، يعني تقريبا دول كم منجه؟ اربعه ولا خمسه؟ ها يا محمد، خمسه؟ خمس منجيات اهو يا سيدي. بصوا بقى انا هوضب دول ومش هقفلهم الا لما حضراتكم ترجعوا لي بعد الاستراحه، عشان انا هصب من الصوصه اللي تحت على البرطمانين اللي كان فيه نسبه زيت زي ما اتفقنا، وان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. على فكره انا ما حطيتش ملح ومش هحط، لان المانجا فيها نسبه املاح عاليه جدا، فانا مش هحط ملح، لكن اللي عايز يضيف شويه صغيرين براحته، بس حبيت اقول لحضراتكم. طيب تعالوا بقى هنقفل ده ونستسمحكم في استراحة، ونرجع بعد الاستراحة نستكمل باقي وصفاتنا للي طلبوا مني أجار الليمون، هنعمله بعد الفاصل على الطريقة الباكستانية. في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة. قدمنا الأجار المانجو زي ما حضراتكم شايفينه كده، بقلبه بس شوية كده أول ثلاث ساعات ولا حاجة، وبعد كده بيبقى تمام جداً. المانجا هتنزل السوائل اللي فيها وحضراتكم هتشوفوها بشكل اجمل، وهتبقى كل ده هتاخد من بعضها. انا قلت لحضراتكم انا ما حبيتش احط ملح فيها زياده، حطيت معلقه واحده في الصوص اللي كان تحت اللي كان فيه الزيت وحبه البركوي بذور الخردل والمجموعه التوابل اللي احنا حطيناها، معلقه واحده كبيره، وقلبتهم كويس جدا، وبعدين اضفتهم على البرطمانين اللي حضراتكم شفتوهم دول. كده عملنا اجار المانجو زي ما انتم شايفينهم كده. ده أجار المانجو. إن شاء الله حضراتكم تجربوه كده، حتى لو في منجيتين ولا حاجة، وقولوا لنا رأيكم إيه فيه لما تجربوه. يعني خلال أسبوع كده تاكلوه يبقى بألف هنا وشفا إن شاء الله. طيب هنعمل بقى دلوقتي، عشان ده أصدقائنا طلبوه بالاسم، فأنا طبعا يعني حبيت إن أنا أعمله. هنعمل أجار الليمون، أو هنعمل الليمون ده على الطريقة الهندية والباكستانية. ترى بيحطوا له توابل إيه وبيعملوه ازاي؟ اولا بيختاروا الليمون الاخضر، مش زي حالاتنا احنا بناخد الليمون الاصفر، لان هو مفيد جدا. اولا فيه نسبه كالسيوم جدا عاليه جدا، فيتامين سي، وبيمنع تكون حصوات. بصوا الليمون الاخضر ده كمان مهم كمان للناس اللي عندهم مرضى كوليسترول. الناس اللي عندهم مرضى في قرحه المعده مفيش داعي يعني يكثروا منه، خصوصا لما بيبقى بسكر بينزل حمضي. بيقوي المناعه، بيحفز الكولاجين كمان. عايزه اقول لكم يعني هو ليه فوائد كتير. تعالوا بقى كده نقول بسم الله. هاخد كده ايه سباتولا، بلاش دي، اخد الخشب احسن، عشان ايه لو حطيت الوان كاري وكده ما تصبغش الحاجات. وبعدين لو المعالق الخشب دي عند حضراتكم لقيتوا لونها كده مش حلو، او كان فيها الوان من التوابل، هنعمل ميه بتغلي فيها بيكربونات الصودا، وهنحط الحاجات دي فيها ونسيبها تغلي كده لمده ربع ساعه ثلث ساعه، ترجع نظيفه جدا وجميله جدا ما فيهاش اي حاجه، ترجع لون الخشب طبيعي. طيب نقول المقادير، يلا بينا نقول المقادير. بسم الله. لو هعمل كميه من الليمون مثلا هقول 2 كيلو ليمون هقطعه، لو الليمونه كبيره هنقطعها اربعه، لو الليمونه صغيره هيبقوا نصين. خلاص عندي حلبه مطحونه، عندي كزبره جافه، الحلبة الحصى بس مطحونة. طيب عندي زنجبيل، عندي كزبرة جافة، عندي خردل حب، عندي زيت نباتي، وعندي زيت خردل، وعندي خل. أنا هضيف برضو معلقة عصفر أو معلقتين، هما ما بيحطوش العصفر، دي الحاجة الوحيدة اللي مش بيحطوها، لكن بيحطوا الكركم والكاري والبابريكا، بيحطوا سكر، بيحطوا ورق لورا، بيحطوا كمون وملح وفلفل. تعالوا بقى كده نقول بسم الله. نفس الفكره، بنشوح وندي التوابل دي الايه، نطلع منها الزيوت الطبيعيه بتاعتها. طبعا زيت الخردل موجود عند العطار، هنجيبه هوري حضراتكم. هنخلط بين زيت الخردل والزيت النباتي. حلو الكلام. طيب بسم الله، هاخد كده اول حاجه هضيفها
زيت الخردل. بسم الله. ده بقى على الطريقة الهندية والباكستانية. شايفين لون زيت الخردل؟ أهو. مش عايزين كتير. وهضيف زيت نباتي. لو عاملة لحد 10 كيلو هحط زيتين كبار. كده زيت النباتي. ومعانا أستاذة فاطمة رجعت لنا من اسكندرية، يا أهلا وسهلا. بذور الخردل. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اتفضلي سامعاكي. أسأل على البسبوسة بالمكسرات. ال إيه حبيبة البسبوسة؟ أنا ولا أسمع. البسبوسة بالمكسرات؟ إحنا لسه كنا عاملينها سادة. وننزل لك مقاديرها على عنينا. حاضر. تمام. وكنت عايزه اكلم دكتور على بخصوص ايه؟ عايزه اكلم يا بنات لو سامعين قولوا دكتور علاء. حاضر قولي لو ليكي اي سؤال وانا اساله لك والفقره الجايه او الحلقه الجايه يرد عليكي من عينيا. يا فاطمه. هو انا بس انا استخدمت المنتج لزيت. انا استخدمت المنتج. تمام. ممكن يعني استرسلي. ايوه تمام سامعاكي. انا كنت عايزه اساله امن ولا لا. ماشي قولوا لي انتوا طالما سامعين. ايوه وبعدين. مش هينفع اكلمه يعني ينفع طبعا. ممكن حضرتك تسيبي رقمك في الكنترول واول ما يبقى معنا دكتور علاء على الهوا هنتصل بيك يا فاطمه. حاضر يا فاطمه. حاضر خدوا رقمها لو سمحتوا من عينينا يا فاطمه. حاضر. بس يا ريت بعد كده بيكلمينا اسرع احنا سامعينك فانت قولي. طيب انا حطيت الزيت الخردل وحطيت عليه زيت نباتي وبعدين نزلت ورق الغار او ورق اللورا. حطيت الحبوب المستردة ونزلت حلبة مطحونة. حطيت رشة من الكمون، ما كترتش من الكمون. كزبرة الخضراء، كزبرة أسفل الجافة، فوائدها كتير برضو يعني فيها برضو فيتامين سي. تخيلوا بوتاسيوم فيها نسبة حلوة من الفيتامينز. تعالوا طب ناخد فريدة. يا فرودي. ألو أنا سامعاكي يا فريدة. ألو. طب حاولي تكلمينا تاني يا فريدة. لا أيوة أنا معاكي. اتفضلي حبيبتي. أهلا بيكي. أهلا بيكي. هو أنتي عظيمة؟ حبيبتي اتفضلي أنتي على الهوا اتكلمي. طيب انا عايزه طاجن السمك بالسمك القرميط. السمك القاروص. حد يوضح لي ما كنترول لو سمحتوا. اوكي حاضر من عينينا. القرميط. حاضر من عيني. حاضر يا حبيبه قلبي. طب بصي عايزه اقول لك حاجه كمان حبيبتي. احنا سامعينك اتفضلي. روح قلبي والله اتكلمي بس انا نفسي اسمعك. هنحط شرايح الثوم. مين؟ هنقلب تقليبه كده حلوه. انا متشكره ليكي حبيبتي مداخلتك بس بجد صوتك بعيد جدا واطي جدا. ارجو ان انت تكوني عارفه انت عاوزه ايه. واحنا بالنسبه لنا هنزل لك حاضر من عيني طريقه سمك القراميط. بس بجد يا جماعه ارجو ان اللي يتصل يعني نحترم ان احنا في ناس بجد قاعده متابعه، في ناس قاعده بتشوفنا، في ناس قاعده منتظره انها ما نضيعش وقتها ولا احنا عايزين نضيع وقت البرنامج. فارجو بجد لو في حد لسه مرتبك او مش عارف يتكلم على الهوا سيبوا اللي انتوا عاوزينه للناس اللي في الكنترول وهم هياخدوا الطلب وهيبلغوني بيه وانا من عندي ولعندي. طيب هنزل كده كميه الليمون. طبعا كل ده احنا لسه ما حطيتش خل. هندي كده ايه الليمون ياخد يعني تقليبه حلوه كده. معانا مين؟
هبه من القاهره، اهلا وسهلا. ازيك يا شباب؟ اهلا بيك يا هبه، اهلا وسهلا. جميله المخلل الحلو دي، حلقه المخللات بقى النهارده ان شاء الله. حبيبتي تسلمي لي عليها. يعني ده انا كنت طلبت من حضرتك مخلل المانجا. انا بشكرك حبيبتي والله، ويعني ميرسي ان ربنا كان الحظ حليفي وشفتي الحلقه. جميله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا رب. تسلمي. تسلم ايديكي عليها وعلى الليمون برضو، يعني في شويه حاجات كده، وعلى الطريقه الباكستانيه دي جميله برضو. جميله والله، ليهم طعم سبحان الله كده مختلف، بس مفيد برضو وليه تيست مختلف عننا. بس هي المانجا حطيتي عليها ميه ولا ايه اللي اتحط؟ ولا حاجه خالص كده، يعني هنخليها. هقول لك بصي، اجار المانجا ما بيضافش عليه ميه ولا اي حاجه، احنا حطينا نص كوبايه الخل، حطينا كميه من الزيت النباتي، وشوحنا بيها الحاجات بتاعتنا كلها، وبعدين ضفت عليها الملح في الاخر ورحت مغلفاه. هتلاقي المانجا بعد ما بتبدا تدخل في السوى هتسرد الميه بتاعتها، هو كده تمام. وانا ليه قفلت بكيس تحت؟ علشان امنع دخول الهواء ولا يجرى له حاجه، وهو ان شاء الله مش هيجرى له حاجه، لان هو اصلا فيه حلبه وفيه مواد حافظه كتير. وهتلاقيه خلال اسبوع نزل سوائل، هتلاقيه كده جواه سوائل رائعه من المانجا نفسها مع توليفه التوابل دي، فمش محتاج ميه خالص خالص خالص، مش زي مخللاتنا. يعني احنا مخللاتنا بس اللي بنضيف لها ميه. العفو حبيبتي، شرفتيني ونورتيني. طيب هنقلب بقى، بصوا بقى الحاجات الجميله دي، بصوا هنغلف بقى الليمون ده. انا حطيت الخل وطبعا كميه الزيت حلوه قوي، معلش انا هدخل دي هنا وهرمي دي بقى خلاص. هنعمل ايه بقى؟ هنهدي النار قوي قوي. يعني ايه الليمون ده؟ ممكن فيه حاجه من الاثنين، لازم يبقى نص سوا، فانا ههدي نار وهغطي، وهنشتغل في حاجه تانية واحنا مع بعض، وبين المره والتانية بنقلبه كده مع يعني سوا، وبعدين هنبدا نغلفه ونحطه فيه برطمانات وتمام. وناخد معانا واحنا ايه بنبدا كده، قبل ما نبدا في الوصفه الجديده، ناخد الاسم الجميل ده، روضه. روضه من القاهره، اهلا يا روضه. اهلا، ازي حضرتك؟ ايه الاسم الجميل ده ما شاء الله؟ ربنا يخلي حضرتك، انا بحب حضرتك قوي. يا حبيبة قلبي، أنا أسعدني والله إن أنا سمعتك النهاردة وسمعت الاسم الحلو ده. أنا طالبة من حضرتك طلب. أموري. أنا نفسي أكلم كابتن محمود الخطيب قوي. يا حبيبة قلبي، يعني أتمنى يا رب يكون سامع ده، وممكن على فكرة. طب أنت عايزة تبلغي رسالة معينة؟ احنا يعني اتمنى يكون كابتن محمود سامعك، وان شاء الله اكيد يعني تتواصلي معاه قريبا باذن الله. طيب اسمحوا لنا بس نطلع لفاصل عشان نرجع. انا هديت النار خالص وسبت الليمون ياخد بس تسويه على البخار خفيفه جدا، وهنستسمح حضراتكم نطلع الاستراحه، نرجع بعد الاستراحه نستكمل وصفه جميله من العراق، وتحيه لكل اهل العراق اللي بيتابعونا، ونرجع نشوف بيعملوا الخيار المخلل الجميل بتاعهم ده ازاي بعد الفاصل ان شاء الله. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. بصوا بقى، انا طبعا سايباه على نار هاديه، بس اسمحوا لي هحط معلقه السكر، هحط رشه من الملح. انا حطيت على فكره قبل، لكن دي الرشه اللي كانت باقيه. خلاص هقلب كده، وممكن رشه اخيره من حبه البركه، بما اننا في منا كتير بيحبوا بالعصفر وحبه البركه. بصوا هنسيبه بقى كده ايه شويه، وهنبدا هنا نجهز للخيار. الخيار طعمه حلو، انا يعني جربته، هو ليه طعم مختلف. هنستخدم في الخيار ده خل العنب الاحمر، بنديله كده بننقعه في الميه. انا سبت الميه تغلي وهحط فيها الخل الاحمر، خل العنب، وهزود كمان شويه. والخيار طبعا من الحاجات اللي يعني مفيده جدا، وبرده بيستخدموه في الدايت كتير جدا، وغني بفوائد كتير، المغنيسيوم والبوتاسيوم والالياف، ويعني بيقلل كمان نسبة الكوليسترول الضارة في الجسم، وبيظبط مستوى ضغط الدم. الخيار من الحاجات الجميلة جدا. بصوا بقى، أنا حطيت هنا خل العنب. إحنا هنحاول نقرب للطريقة اللي إحنا بنحبها أكتر عشان ما نحسش إن الطعم شوية قوي.
اول ما الميه بتغلي بننزل بس الخيار، بصوا ما بنسيبوش يغلي، لكن بنسيب لحد ما الميه تبرد خالص، والخيار ده لونه بيغير وياخد اللون اللي حضراتكم عارفينه، كانه دخل فيه التسويه بتاعته. حلو الكلام. طبعا الثوم هفرمه كويس قوي مع الكرفس، بس انا كمان حابه ان انا احط من حبات الفلفل دي معاه الحقيقه، يعني علشان يبقى جميل، نبقى كسرنا اللون الاخضر بحاجه حمراء حلوه اهو. تمام. وبعدين هنبقى نعمل للميه دي نسبه الملح وكله اللي هستخدمها لما هاجي اقفل بيها المخلل، يعني هحشي الاول وبعدين هبدا زي ما بيقولوا كده اسقي بالميه دي، هي هتبقى المحلول اللي انا هضيفه على الخيار. تعالوا كده بسم الله. معانا تليفون ولا حاجه؟ معانا ام جوزيف، يا اهلا وسهلا. جيتي اشوف عظيمه، حبيبه قلبي ام جوزيف. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب، تسلم ايديكي. تسلم يا حبيبه قلبي. انا جميله النهارده عاملاها، وطريقه الليمون اللي عملتها تحفه. انا عندي ليمون اخضر على فكره وهعملها. اعمليها وقولي لي رايك. جربها، وجربت المانجا اللي انت خليتيها طلعت تحفه يعني السنه اللي فاتت. ايوه يا روح قلبي. هي انا بالنسبه لي على فكره انا شخصيا كانت جديده، بس انا حبيتها. بس جميلة، جميلة حلوة. صحة وهنا حبيبة قلبي. حبيبة بص، طيب اتفضلي. الكيوي كان فيه شوية مستويين عندي، فأنا ضربتهم في الخلاط. أنا اللي عاوزة أحطهم على آيس كريم، أحطهم إزاي؟ حطي عليهم كريم شانتيه، ها؟ مضروب. حطي عليهم كريم شانتيه مضروب وقلبيهم مع بعض. يكون هو تلج، يعني يكون هو متلج طيب ولا هو يكون متلج؟ يكون ساقع، يعني يكون ساقع قوي. ساقع في التلاجة وخد سقوعية حلوة، أو تلجيه في الفريزر شوية. وبعدين اخلطي عليه الكريم شانتيه وبعدين دخليه تاني الفريزر. بس كده هيطلع روعه. طيب ولو كان ليمون، طيب برضو يعني برضو عصير ليمون احط عليه؟ هتحطي على الكيوي نفسه؟ لا انت تعصري. ما اعرفش انا، ما اعصري اعصري الليمون شويه منه على الكيوي، عشان هو برضو ايه، ما يعني ما يغيرش لونه، هو هيبقى احسن، هتدعمي فيه فيتامين سي. اعصري عليه شويه بس عشان ما يبقاش لاذع، لكن هيبقى طعمه حلو قوي لما الكريم شانتيه يتحط، هتلاقيه اداله طعم رائع. ماشي يا قلبي، شكرا يا حبيبتي. العفو حبيبتي ام جوزيف. العفو. تسلمي حبيبتي. بصوا انا بس بفرفت كده شويه الثوم كده، لان انا هحشي بالثوم ده مع الكرفس جوه الخيار. الكرفس طبعا من الحاجات اللي هي فوائد كتير جدا، اولا الناس اللي يعني علاج للنقرس، وعلاج للناس اللي عايزه تبقى وزنها خفيف، وفي العصير الاخضر اللي بنعمله بالتفاح الاخضر والكرفس، ونضربهم في الخلاط ومعاهم كيوي بيبقى روعه برده. تعالوا بقى قلب كده تقليبه حلوه. طبعا هو بيتنقع، بيتساب لما الميه دي تبرد تماما خالص. حلو الكلام. واللون بتاع الخيار ده بيغير لما اللون بتاعه يغير، ما يبقاش اخضر قوي كده، هيبقى اللون اللي احنا هيدخل على المسفر الغامق شويه. خلاص عندي هنا كمان الخل الابيض. انا حطيت خل ابيض، هو خل عنب بس يا جماعه، بس اللي عايز يعني يعمله بالطريقه دي. بصوا بقى، باخد شويه كده. احنا نزلنا مقاديره ولا لا؟ تعالوا ننزل مقاديره. يلا مخلل الخيار، عندي خيار صغير البلدي الحلو ده، عندي فلفل، وعندي كرفس، وعندي ثوم، وعندي خل احمر، وعندي كاري، وعندي ملح، وعندي زيت. حلو الكلام. طيب هاخد شويه من الكاري كده مع الخلطه دي مع الثوم ده، واخلطهم دلوقتي في بوله كبيره كده مع الكرفس والكاري والثوم. نعمل معاهم الايه، يعني هعملهم بتوليفه مريحه بالنسبه لي وجميله. لا هناخد بقى هنا هنضيف الملح والزيت هنا، يبقى زي المعجون كده. كاري بيدي طعم حلو قوي. هناخد كده بقى الكرفس، وماخد زينب من القاهرة، يا اهلا وسهلا. هنقلب. اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منورة، متابعاكي بكل القنوات. الله يخليك، انت عظيمة، انت عظيمة. الله يسعد قلبك يعني فن. انت واخدة من اسمي،
يا حبيبتي. والله واخده من اسمك حاجات كتير قوي قوي. الله يخليك. وانت قناه عظيمه. الله يسعدك يا فندم، ده شرف ليا. لاعظم قناه حبيبتي، ربنا يبارك في عمرك. طبعا قناه الاهلي دي صراحه حبيبتنا كلها، والاهلي بدمنا واحنا ورا النادي والاداره كلها وظهره. حبيبتي انا والدتي كان عندي 64 سنه ما شاء الله، ربنا يبارك. ربنا يديك الصحه ومنورها. امين. وكل حاجه امين عظيمه يا احلى عظيمه في الدنيا. الله يخليك يا فندم، تسلمي. ربنا يسعدك يا بنتي، كلك ذوق. الله يخليكي. اموري حضرتك لو عايزه اي طلب. وده حاجه انا بشكرك وبشكر عليكي وفرحانه بيكي ونظافتك وحاجتك الجميله والسهله كل حاجه فيك. الله يخليك يا فندم. وبقول لك كده ايه، الله يسعد قلبك يا فندم، كتر الف خيرك والله. شكرا لمداخله حضرتك. يحفظ حضرتك من كل مكروه. امين يا فندم ويحفظ حضرتك، شكرا ليكي ولذوقك يا فندم، اسعدتيني والله بمكالمتك، شكرا ليكي يا فندم. بصوا بقى الليمون نزل الميه ازاي، بصوا ان احنا مش هنحتاج ميه، بصوا كده بصه بعد اذنك مخرجنا هنا. هنعمل بقى ده ونصب بقى الليمون بتاعنا. تمام، شايفين اهو، اهي شايفين السوائل اهو، ده اللي انا بقوله لحضراتكم. هنبدا بقى نغلف الليمون الحلو ده. طبعا تقدروا تسووه بالكامل وتقدروا تخلوه نص تسويه يبدا يعني يبقى رائع. تجاملوا بقى حبايبكم تجربوه كده، نوع من انواع الليمون اللي يعني المحبش زي ما بيقولوا على الطريقه الهنديه والباكستانيه، رائع اهو. طبعا مش هينفع نقفل البرطمان طول ما هو سخن اطلاقا. ليه؟ علشان ننزل نكبس كده كبسه حلوه. ايوه شايفين السوائل تحت ازاي؟ اهي نزود كده. طبعا في مواد حافظه مش ماده واحده بس، كل الحاجات الحلوه دي. وهنكبس كده نسيبه لما يبرد تماما. انا هسيبه مفتوح لما يبرد تماما. شوفوا الكميه دول يعملوا لنا حبه حلوين يعني. ليه؟ عشان لما نفتح برطمان يخلص ياخد وقت وبعدين نفتح التاني وهكذا. طيب هاخد شويه بس من الصوص او من العصاره الحلوه اللي تحت دي هنا اهي، شايفين؟ هسيبه بقى لما يعني يبقى خلاص يبرد تماما، وبعدين هروح قافلاه. وبعد ما اطلع الهواء بشكل كويس بكبسه كويس جدا. بصوا كل ما اكبس اقفل اماكن الهواء اهو، وسايبه الخيار هنا لونه هيبدا يغير اهو قدام حضراتكم كده، شايفين؟ من الوصفات الرائعه اهي. شايفين ازاي اهو؟ نكبس كويس عشان كل الهواء اللي تحت ما يبقاش فيه مصادر هواء، ما تبوظش معايا المخلل، يقعد معايا وقت احلى واطول. تمام اهو، ده كده ياخد له مثلا شويه، يعني انا عاملاه نص تسويه. لو حضراتكم هتكملوا تسويته يبقى هتاكلوه خلال 3 ايام او يومين. لو استوى حلو يبقى يعني تمام. بصوا كده شايفين، شايفين الباقي حصل فيه ايه اهو. تسلمي يا عمري، تسلموا يا حبايب قلبي اهو. وادي الليمون الاخضر لقيناه له كمان يعني طريقه حلوه كده، عجباني والله الطريقه دي جدا، انا بحب الليمون جدا. وانا ضفت بس عصفر، دي اضافه من عندي بس وحبه البركه عشان بس ايه، ومش هقفل بقى البرطمان، هسيبه لما يبرد تماما تماما خالص. وبعدين نبدا نحط كيس من اكياس الثلاجه، نقفل بقى الهواء ونقفل الغطاء بتاعه. واسمحوا لي بس احطه هناك على طبق كده، شوف له طبق لطيف اهو، نحطه عليه. بسم الله كده خلاص بقى. شويه دول انا كمان هغرفهم بعد شويه، فدول خلاص خلصوا. تعالوا بقى نروح هنا اهو، ادي الليمون. بصوا بقى الخيار خلاص، الميه طبعا نسيبها المفروض تبرد تماما. انا هوري حضراتكم بس الشكل العام هنعمله ازاي. فهنشل الخيار الجميل ده من المكان هنا اهو، الغطا بتاعه خليه جنبه ده لحد ما ايه. ايوه بس كده. بصوا بقى هاخد بوله
نطلع فيها الخيار ده اهو. خليني البس بس الجلافز علشان اعرف اسند كويس وما ايه يبقى حاجه معقمه. بسم الله. اول ما يبرد ميته تمام بطفي النار خلاص، وانسى ان انا حطيت الخيار، بسيبه بقى واغطي عليه لما يبرد تماما. وبعدين هطلع كده الواحده بوحدتها اهو، والفلفل لو عايزين هنحطه معاه برده مفيش مشكله خالص اهو. ناخد الكام واحده دول مبدئيا كده. بسم الله. شوفوا بقى بحرف السكينه اهي، حرف السكينه بفتح من هنا من النص اهي، بصوا هو بس عشان سخن المفروض يبقى برد اهو، بعمل كده فتحه هنا اهي، شايفينه ازاي بالطول. وبعدين باخد من ده الثوم بالكرفس وبحشي، شايفين ازاي كده. خليني بقى اخد كده برطمان نحط فيه على طول اهو، شايفين ازاي اهو بيتحشي زي البتنجان بتاعنا. شايفين الطريقه دي جميله ازاي، طريقه روعه. استفيدوا بقى من الكرفس، ما احنا ساعات بنعمل الخيار بتاعنا برضو بالكرفس، مش احنا لما بنعمل خيار مخلل يا اولاد بنحط له ساعات كرفس صح اهو. المنبه اللي جنبي ده والنبي تهدوش عليا انا معايا منبه، يعني ممكن لو ساعة جامعة القاهرة يعني مثلا الساعة مش مظبوطة ولا حاجة ممكن نوديكي على فكرة. ايه رأيك يا شيو؟ حبيبة عمري انتي تسلمي يا قلبي. بصوا بقى، بصوا الطريقة دي، المية دي اوعوا ترموها، هي دي اللي هحط فيها الملح وهسقي منها المخلل بتاعي. شايفين الجمال؟ المخللات دي رائعة والله. تعالى نحط عود فلفل كده بس برضو خليني افتح منه حته. انا وانا هسيبه، انا حتى الفلفل ده انا هعشيه يا نهار ابيض، ده الفلفل ده روعه. بسم الله. شايفين الجمال؟ بسم الله بسم الله كده. حاضر هقفل ده بعد اذنكم دقيقه واحده اهو، عشان ايه نضيف شويه الميه على الخليط ده ونبقى عملنا المخلل بتاعنا الرائع اللي حضراتكم شايفينه، الخيار بخل العنب الاحمر. شايفين الجمال؟ اقول لي تاني مخرجنا. ماشي يا فندم، تسلم ذوقك كتر خيرك، شكرا. مش قادره اقول لكم انا يعني امبارح كنت فرحانه ازاي بوجود زينه معايا. ان شاء الله انا منتظره حضراتكم ومنتظره اصدقائنا اللي هيجوا ينوروني الاسبوع اللي جاي باذن الله. بصوا بكبس ازاي، شايفين؟ مهم قوي التخليل، مهم الكبس فيه، يقول لك ايه كبيس مش عارفه يعني، نكبسه حلو نضغط عليه كويس ونايه ونظبط الدنيا عشان الفراغات دي تتملي اهو. كده الريحه مش قادره اقول لكم، انا حطيت طبعا الملح والثوم والكرفس، رشه من الكاري بسيطه. مخرجنا قال لي دقيقتين دلوقتي، خلاص انا بصدقك على فكره. هاخد بس واحدايه كمان نقفل البرطمان بتاعنا. خلوا بالكم لازم يبرد، انا هنا عشان الوضع مختلف لازم يكون بارد. ماشي سيبه لما في الميه بتاعته دي لما يبرد تماما. بسم الله. شايفين ازاي؟ وبصوا الخياره ماسكه نفسها، ما تخافوش وهتلاقوه مقرمش. بسم الله يلا بينا اهو، يلا بينا اخر واحده ونحط بقى الملح على بقيه دول كبشتين من المرق ده، والف هنا وشفا على قلب حضراتكم اهو اخر واحده. يا سلام. بسم الله. يبقى ملح كاري ثوم كرفس، هنحط زيت كمان اهو. شايفين ازاي؟ يا سلام. هاخد بقى شويه دول اللي هم فيهم الخلطه دول، اسمحوا لي هضيف عليهم كده
شوية من الملح صغيرين كمان، والمرق أو المية اللي سلقت فيها الإيه أو اللي نقعت فيها الخيار أهي. شايفين إزاي؟ عشان تدي بس طعم حلو أهو. خلاص هنقلب بقى تقليبة حلوة كده ونبدأ ناخد من هنا أهو. بسم الله بسم الله. تمام اوكي هنقلب كده. هناخد بقى ده بس بعيد عشان هو سخن، وبرضو على طبق وشويه زيت بسيطه قوي بس على الوش. تمام خليني بقى اخد طبق نحطه عليه ويلا بينا. هنطلع بقى الاستراحة عشان نستقبل الفقرة الطبية اللي هتبقى معانا إن شاء الله، فيها دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة باي ناتشرال. هتكون منوراني الفقرة اللي جاية بإذن الله. في انتظار حضراتكم وكومنتاتكم وأسئلتكم، وإن شاء الله كل اللي طلبتوه بإذن الله يبقى فيه إجابات من خلال الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. في انتظار حضراتكم بعد الاستراحة.